بلغ عمر أريال نصف عام. كل هذا من أجلك يا حلوتنا. كل سنة وأنت بخير. أخبريني، ما رأيك في الحياة في هذا المنزل الفاخر الغني؟ من سمح لكم بدخولي إلى هنا؟ أنا نجمة ولا العطيات على قدر الصحافة. ماذا أهدو لك يا أريا؟ فيلا ريفية؟ يخت؟ بالمناسبة، هاي، أين هداياي؟ قررنا أن نهدي حلوتنا طوقاً بقلادة من الألماس. يا إلهي، ماسة ضخمة جداً، رائعة. ومفاجأة أخرى، مصور شخصي لأرييل. نعم، ابتسامة. واو، رائع، لقد اجتهدتم ليس مثل الشهر الماضي. المتابعون على الانستغرام سيقعون في الحسد. أنا سعيدة للغاية لأن هذه الأميرة الصغيرة تعيش معنا. على قليلاً، أنا ملكة. لماذا أنت واقفة أيتها المصورة؟ هيا صوريني بسرعة من الجانب الأفضل من فضلك. والآن دعونا نلتقط صورة جماعية، صورة عائلية. رهيب، ستفسدون الصورة. النجمة الوحيدة هنا هي أنا. حسناً، سأوقع على الصورة أنا والخدم. هيا أفسحوا أفسحوا، الغداء للمتشردين، أقصد للمحتاجين، جاهز. رائع، سنأكل أخيراً. نعم، كنت أنتظر هذا اليوم منذ أسبوع. أتساءل ما الذي يوزعونه اليوم؟ سرطعون البحر أم جمبري؟ سرطعون البحر الخاص بكم. من قال طعام؟ أين الطعام؟ أفسحوا طريقاً، ستيف الجائع لا يطيق الانتظار. نعم بابا. انظروا، سيباستيان يريد أن يأكل أيضاً باسم ستيف. ما الذي ليس واضحاً؟ المنطقة كلها تحترمني. كمو شرير. بالطبع شرير، أريد أن أكل طعام طعام. يا له من كلب لطيف، ربما جائع أيضا. نعم، أنا جائع جدا. الآن سأحضر لك شيئا لتأكله، ربما تريد شيئا لذيذا. تفضل كل، هيا كل. للكلب السلطعون ولنا هذه النفايات؟ ماذا؟ هل تغارون مني؟ فاشلون. ولكن كان كفى، المكان مغلق. ايه ابقي هنا، لم نأكل بعد، لا يمكنك الذهاب. ستيف، انت هنا. اللعنة، اتت صاحبتي. لا، اتركيني، سلطعون البحر خاصتي. سلطعون البحر. يا حلوتي الجميلة، ظننت انني اضعتك. نعم، لم تدعيني أنتهي من تناول طعام الشهي، ويسيل اللعاب أيضا. فوه، سأضطر لأكل طعام الفقراء مرة أخرى. سأضع حملا مقودا الآن وسنذهب للتنزه. حسنا، لحظة. لا، لن تتمكني من وضع الحبل علي. لا، فلنذهب للتنزه. اجتمعنا هنا اليوم من أجل شيء مهم جدا. عملنا التجاري يكبر. كم هذا ممتع، كان من الأفضل أن أنام في المنزل على كومة من الماء. كم يكلف فتح مثل هذه السينما؟ نعم، نريد أن نعرف. لن تصدقنا ذلك، مليون دولار. ماذا؟ هل أنفقتم المال من أجل هذا الهراء؟ غريب. كل هذا من أجل أريال. من أجلي؟ إذا ليس هراء، بل سينما رائعة. والآن ستقوس أريال هذا الشريط. أيها المصورون، التقطوا هذه اللحظة من فضلكم. ابتسمة. نعم، أصبحت مداخل العائلة أكبر. بالطبع، لأنني أنا سيدة الأمل. وكيف سيدير الكلب هذا العمل؟ ماذا؟ لقد ولدت وأنا مديرة. ألو؟ في الواقع سنساعدها. لا أحتاج، أستطيع أن أفعل كل شيء بنفسي. إنه عمل تجاري وأموالي.
المقابلة. شكرا للجميع. رهيب، هؤلاء الأغنياء لديهم الكثير من المال، حتى أنهم فتحوا للكلب سينما. كيف يمكن لهذا المخلوق الصغير إدارة الأشياء؟ غريب. من المخلوق الصغير هنا؟ أوه، هيا صغيرة. يا لك من كلبة محظوظة، لديك منزل جميل وعمل تجاري خاص، وأنت لا تدركين هذا حتى. إذا لم تغلقي فمك سأخذ وسأتبول على حذائك. ما رأيك ستيف، هل تحب التنزه؟ طبعا يمكنك قول ذلك، أما أنا فقد بردت أقدامي جدا. يمكنك لا تجيب، أعرف أعرف أنت تحب التنزه خاصة كثيرا. هيا هيا. أكره القيام بذلك، أنا أحب الأكل والنوم ولا أريد شيئا آخر في هذه الحياة، لا شيء. أتمنى أن تكوني قد استمتعت باليوم، سيعرف الجميع أن أريال خاصتنا نجمة. نعم نعم أنا هكذا، سترى قريبا سيطلبون مني التوقيعات. لقد تنزهنا لفترة طويلة، أنا متعب جدا، فلنعود إلى المنزل. إلى أي منزل؟ ماذا بك؟ أنا أحافظ على جسمي وأنا بحاجة إلى التنزه في الهواء الطلق. إيما مرحبا. مرحبا. مارتن هل تعيش هنا أيضا؟ لا أعيش في منطقة راقية، أنا في طريقي إلى هناك. لم أعرفك في البداية، ندرس في نفس المدرسة ونادرا أراك. هذا صحيح. هل لديك كلب أيضا؟ رائع. أنجل، لقد وجدناه أنا ووالدي في القمامة، وشعرت بالأسف الشديد لدرجة أنني قررت أن أخذه لنفسي. طلبت منك ألا تحكي هذه القصة المخزية. يا إلهي، لقد اشترينا أريال في دولة أخرى، والدها من سلالة ملكية. أتخيل، دعنا نطلق سراحهما فليتنزها، أعتقد أنهما سيستمتعان معي. هيا، فكرة جيدة. هيا اذهب. هيا تنزهي. اذهبي. يا إلهي، ما هذا الذي يحدث؟ عن ماذا تتحدث؟ يا لها من معجزة نزلت من السماء. أنا إريال. يا إلهي، لم أرى مثل هذه المعجزة من قبل. أنت تحرجني. أنا ستيف، والآن لا أستطيع العيش بدونك. حقا؟ عجيب. يا له، يا له من فرو ناعم وأصيل، يبدو أنني مجنون بك. أنت مثالية. ستيف، حان وقت العودة. أريال تعالي إلي. لحظة لحظة، إلى أين تأخذينني؟ هاي انتظر، لم ننهي حديثنا. إذن نحن ذاهبان مارتن، إلى اللقاء. حسنا. إنهما رائعان، أليس كذلك أريال؟ نعم، وأنت أفسدت كل شيء. كان علي على الأقل الحصول على رقمها. حسنا، سأراها في المدرسة، آمل ذلك. وأنا أين سأقابل ستيف؟ ستيف! كم هو رائع ولطيف جدا، أحببت هذا الكلب جدا، أتمنى أن يأتي إلي. مجرد سعي البريد، إنه ليس ستيف. علي حمل هذه الصحيفة الغبية مرة أخرى لأصحابها. اشتقت إليك يا ستيف. أريال، كم أنت رائعة، أحضرت الصحيفة. هيا اقرأ بسرعة لأنك تغضبني. عزيزي، هل من الأخبار الجديدة؟ لا توجد أخبار. ستيف. أمي، أبي، أريال، الحلوة أريال، لقد وجدت بعض التذاكر، هل نحن ذاهبون في رحلة؟ بني، نسينا نخبرك شيئا. لقد اشترى أحد عملنا التجاري
سننتقل إلى بلد آخر، إلى المكسيك. يا إلهي كم هذا رائع، أنا سعيد. أي إلى المكسيك؟ لحظة، ماذا عن ستيف الخاصة بي؟ لا 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 لا، أنا حتى لم أقابله مرة أخرى، ماذا بكم؟ هل أنت سعيد؟ رائع، لكن في البداية نحن بحاجة لإنهاء أوراق أريل. بالطبع، سأتصل بالمحامين الآن. لدينا عائلة رائعة. اتركيني، أنا بحاجة للعثور على ستيف، إذا هو لم يأتي إلي أنا سأذهب إليه. آه أريل، قريبا سوف تتنزهين في المكسيك. لن أسافر إلى أي مكان بدون ستيف، أحتاج أن أجده بسرعة. أريل، أنت حبي من أول نظرة، لا أستطيع نسيانك. أين أنت؟ اللعنة، أتاه. اجتماع عاجل. ما الأمر؟ أمي، أقوم بواجب المنزل، أنت تشتت انتباهي. لقد نفذ لدينا المال. بالطبع، لم يكن لديكم أصلاً. نحتاج إلى عد ما ادخرناه سابقاً، هيا اخرجا نقودكم معك. أبي، عن ماذا تتحدث؟ لديك كل المال. اللعنة، لم تنجح، حسناً. هذا. جيد، أخرج الباقي. هذا كل شيء. يا إلهي، كالعادة طعامي المفضل هو الماء، فعلا رائع. قليل من الصيام لن يضر. سأقتلك الآن، تعال إلى هنا. أولى، هذا فظيع. ليس لدي أي نقود ولا حب. ما الذي في الشارع؟ لا أفهم. هذا أرييل؟ أرييل، أميرة، تعالي للأكل. لا أفهم، لماذا لا تأتي؟ أول مرة يحدث هذا. ربما خلف الأريكة. إلى أين ذهبت؟ أرييل، هل أنت تحت السجاد؟ ماذا حدث مع السجادة؟ يا إلهي، لم ينجح. هيا 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 هيا. أمي. ليست هنا. جيد. أولى، ليس جيدا، أمي اختفت. أرييل، كيف اختفت؟ لا يمكن ذلك. ماذا حدث؟ أبي، اختفت أرييل. أولى، لقد أوصيت بالمنزل لها. المنزل، الكلب، أنت مجنون، كان يجب أن توصيه لي. طبعا بينك وبين الكلب، بالطبع سأختار الكلب. يا لك من أحمق، لقد أعطيتك أفضل سنوات حياتي. لا يوجد وقت للشجار، نحن بحاجة للاتصال بالشرطة. هذا صحيح، أو من الأفضل الاتصال بمنظمة إنقاذ الحيوان. أرييل، حلوتي أرييل. ولكن بسرعة، يستطيع أحد اختطافها. أنا متوترة. لم أكن أعلم أنه من أجل المحبة كنت مستعدة لمغادرة المنزل والتجول في هذه الشوارع المخيفة بحثاً عن ستيف. أرييل، هل هذه أنت؟ ستيف، لا أصدق عيني، لقد وجدتك. أرييل خاصتي، كنت أفكر فيك طوال اليوم. وأنا أيضاً، لا يمكنني أن أنسى لقائنا. فلنأخذ نزهة في الحديقة، دعينا نولم المنطقة كلها. كم هذا رائع، أنا موافقة. يا إلهي، بكل هذه السرعة، إذن فلنذهب. ستيف، يا لك من كلب مشاكس تهرب دائما. أرييل، أنا وجدتك. توقف ستيف، لا تهرب مرة أخرى. لست لا وحدك هنا؟ أنت تفسدين لقائي. إيما، إيما، كلبون؟ إلى أين أنت؟ أوبس، لم أكن أعرف أنها ستكشفنا.
أنت تشبهين كثيرا كلب مارتن، ولكن لا، ولكن لا، فلن يركض كلبه دون إشراف. ماذا بك؟ ألا تفهمين؟ اذهبي من هنا إلى المنزل إيما. ماذا أفعل بك؟ هل أخذك معي؟ لدي كلبان الآن، كلبان. إلى أين نحن ذاهبون؟ أظن إلى منزلي. هاي، أنا لم أوافق على هذا، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. لدي كلبان الآن، كلبان رائع. لقد حدثت عندنا كارثة. لقد اختفت لدينا قطة. لا، فار. لا، أي فار؟ ديناصور. ماذا؟ هل أنت مجنون؟ وماذا إذا؟ ذكرت كل شيء. أريول، اختفت أريول. أوه، لم أبحث عن حرية البحر من قبل. ما هي العلامات؟ بدون أرجل؟ من دعاه إلى هنا؟ إن هذا فظيع، اختفى كلبنا. قولوا هذا من البداية. أمن علامات خاصة؟ أصيلة بيضاء تستجيب لاسم أرييل، ولديها ماسة ضخمة حول رقبتها. نعم. الماس لدى كلب. مزحة جيد جدا، نحن لا نمزح. حسنا، هل ستكون هناك مكافأة مقابل كلب؟ في حالتي إذا وجدتها. ماذا يعني عن حالة؟ عليك أن تجدها. المكافأة $1,000,000. كم؟ حسنا، أوافق قليلا، مليونات دولار. مقابل هذا المبلغ من المال لا أمانع أن أكون الكلب. ها هي الصورة، إذا لم تجدها ستقتل. لماذا أنت واقف؟ تحرك. أرييل، أين أنت؟ لا أستطيع العيش دونها، بقيت لعبتها المفضلة فقط. أرييل، حلوتي أرييل. لا تبكي بني، لا تبكي. سيتم العثور عليها، ولكن هذا ليس مؤكدا. عليك التحدث؟ أحزنت الطفل. هل أكسرها أم لا؟ حطميها، حطميها. ولكن في هذه الحصالة كل مدخلاتي. أمي، أبي، لدينا تجديدات. أي جديد؟ سيكون لدينا كلب ثاني. مرحبا، ليس سعداء بي؟ لا، إنهم غريبون. لا تقلقي، انظري كيف يبتسمان. يا رفاق، اكتبوا في التعليقات إذا كنتم تظنون مثلي أن إيما تعدت الحدود. إيما، هل جننتي؟ ألم تعجبك الفكرة؟ لا نريد كلباً آخر. ليس لدينا شيء لإطعام الأول. أمي، سوف أذهب للعمل وأطعمهما بنفسي. من الأفضل أن تطعمنا نحن إيما. من فضلكما، أجعل هذه هدية لجميع أعياد ميلادي ولكل الأعياد. من فضلكما، لا أحتاج شيء آخر، أرجوكم. حسناً. حسناً. ولكنهما تحت مسؤوليتك، إذا أفسد شيء سوف يطردان من هنا الاثنان. لا، سوف تطردون أنتم ثلاثة مع إيما. رائع. أرييل، هل تريدين أن أريك غرفتي؟ واو، هيا. حسناً، استمتع، وسأتي قريباً. هاي، انظري، هذه غرفتي الخاصة. واو، هل أعطتها غرفة كاملة؟ نعم، أنا مثل مسؤول هنا. رائع، وأنا اشتروا لي بيتاً خاصاً للكلاب، وأنت لديك غرفة كاملة. ستكونين معي، سأهديك هذه الغرفة. طيب، أحضرت الوسادة، هذا هو مكانك.
أوبس. إذا من الغرفة كلها لديك وسادتك المليئة بالثقوب فقط؟ سخيفة يا إيما، أفسدت كل المتعة. إذن ومن يريد الحصول على الحلوى؟ من قال حلوى؟ أنا أريد. أروني بعض الحركات. ستيف قف. ستيف أعطيني يدك. لا، هل تعتقد بجدية أنني سأقع في هذا الهراء؟ ومقابل قطعتين؟ أوي مقابل اثنين؟ بالتأكيد مقابل اثنين سأوافق على كل شيء. أعطيني يدك، هيا أعطيني يدك. أحسنت يا ستيف، تفضل. واو، أنت ذكي جداً. نعم أنت لا تعرفيني جيداً. وأنت يا كلب الجديد ستكوني أريل. لا أفكر في الاسم طويلاً. صحيح، مارتن لديه كلب مثلك بالضبط. أنت تشبهينها قليلاً. أعتقدت أنك ستفهمين على الفور أنني كلب مارتن. صدقيني، لن تفكر في هذا أبداً. حسناً. فو، من فعل هذا؟ هذا أي؟ كلوي، تعالي إلى هنا. ماذا تريد؟ من أنت؟ اهدأ، إنه قناع للوجه، ماذا تريد؟ هذين الكلبان أفسدا حذائي. حقاً؟ من بين جميع الأحذية، اختاروا حذائي. ما هذا؟ يبدو أنها فهمت كما أنت مزعج، ولذلك ها هي المفاجأة. إيما، تعالي إلى هنا. نعم أبي. لا أريد رؤية الكلاب في المنزل مرة أخرى. ولكن لماذا لم يفعل أي شيء؟ من تبول في حذائي؟ أنت؟ لا، يبدو أن أمي قررت معاقبتك. كنت أعلم أنه يمكنك القيام بذلك. ماذا؟ هل فقدتما عقلكما؟ كفى، لقد كان هذا خطأ. الكلاب تفسد الأثاث فقط. ولكن أبي، إذا طردت كلبي، إذا أنا سأذهب معه. رائع، سأفكر في ذلك. ولكن أبي، جيدا أنهما تبول في حذائك. أريل، هل يعجبك موعدنا؟ ستيف، لم أخرج في موعد من قبل. كل هذا لك يا عزيزتي. واو، أنت الأفضل. تزوجيني، أنا أحبك. أخيرا، أعتقدت أن هذا لن يحدث. أنا موافقة. اقتربي مني أريل. واو، هذا أفضل يوم في حياتي. بالطبع. ستيف، ماذا لو كانوا يبحثون عني؟ أنا قلقة جدا. لماذا تقلقين؟ ستعيشين عندي وهذا جيد. ومارتن لن يستطيع العيش بدوني. ماذا عليه القيام بي؟ اذهبي، أنت أتيت في الوقت الغير مناسب. إيما، هل تتوقع والدي يريدان بيعكما؟ بيعنا؟ أنا؟ حقا؟ لكنني لن أتخلى عنكما، لا تقلقا. أنا لا أهتم، لدينا أجواء رائعة هنا. ومن أحضر الشموع هنا؟ يا إلهي، أفسدت تلك اللحظة. كان علي إفساد حذائها هي. فلنفعل هذا الآن؟ ما رأيك؟ كم أحب تفكيرك. أمي، أين أريل؟ لا أعرف، الموقد لا يرد على الهاتف. لأنه تركنا، كل شيء واضح. لا، أريل خاصتي، حلوتي أريل. مرحبا، كان الباب مفتوحا. هل وجدت كلبنا؟ ها هو، تفضلوا. هذا لا
ليس كلب، إنه قط. أنا كلب، خذوني للعيش معكم. قط؟ حقاً؟ هل تمزح؟ أريل خاصتي تتجول لوحدها وأنت تسخر منا هنا؟ يكفي، سأذهب للبحث عنها. اللعنة، كنت أرغب في العيش في عائلة غنية، لم يجح الأمر. خذه من هنا واذهب، فكرا في الموضوع مرة أخرى. أخرج حالا. فهمت فهمت، وداعا. هيا فلنرمك لأصحاب البيت المجاور. مارتن هو آخر أملنا. صحيح، ما كان علي أخذك إلى منزلنا، كنت فقط أبحث عن صديقي. الحياة شيء معقد بالتأكيد، لم نتزوج حتى. من أفعل؟ أوه إيما، مرحبا، يا لها من مصادفة. مرحبا. لقد فقدت أرييل. إنها لديك إيما. لحظة، سأشرح كل شيء. أنت لصة، سرقت كلبي. لا، أنا لست لصة على الإطلاق. ألم تري الإعلانات؟ لا مارتن، آسفة، اسمع، لقد وجدتها ولم أعتقدت أن أرييل ملكك. نعم، هل تتظاهرين بالغباء؟ حقا. يا إلهي، أنا مسؤولة عن كل شيء، لماذا هربت؟ ما حصل قد حصل، آمل أن يتصالحا. أنا في ورطة، أراد والدي بيعها وأنا لم أكن أعرف، لم أعرف. هل تحتاجون إلى المال إيما؟ عائلتي ليست مثل عائلتك. آسفة، كان يجب إعطاء الكلب للشرطة على الفور. لا تبكي، فهمت، كنت في حالة ذعر ولم تفهمي ماذا كنت تفعلين. الأهم أنني وجدت أرييل. هنا سيحصل شيء ما قريبا. خذ الكلب وأنا سوف أحل مشاكلي بنفسي. لحظة، لدي فكرة، سنجني المال لعائلتك. نحن سويا، لكن كيف؟ فلنذهب، أعرف المكان المناسب. مارتن، لماذا جئنا إلى هنا؟ إنها مسابقة الحيوانات، الجائزة هنا 1,000,000 دولار. واو، حقا. نعم، علينا أن نشارك، لدينا كل الفرص للفوز. ولكن أنا لن أستطيع. سأتولى المهمة بنفسي. كم هو رائع مارتن الخاص بي. ايه حلوة، أنا غار. إنه صديقي، كفى كفى، لا تبدأ. مارتن، انظر إلي، أي منافسة، إنه عار، لن نكسب المال حتى. إيما، لا تبدأي. يبدو أنه علينا الذهاب. حتى أنا أشعر بالخجل، كان بإمكانهم على الأقل القيام بهذا، ليس أمامنا. مارتن، لا أستطيع، لم يكن لدي المال من قبل والآن أيضا. حسنا. ألو، مصمم أزياء، تعال بسرعة، سأدفع أي نقود. نعم، سأرسل العنوان في رسالة. لماذا تفكر مارتن؟ إيما، أنت جميلة جدا. مارتن، كل هذا بفضلك. يا إلهي، إنها جميلة حقا، لم ألحظ هذا من قبل. أتمنى لو كان لدي مثل هذا المكياج والتسريحة. سيحين دورنا قريبا. أداء نحن؟ انتظر، أعتقدت أننا سنعرض الكلاب فقط. حسنا يا خنزيري. هيا هيا أدخل، هيا هيا، أحتاج الفوز في المسابقة. يبدو أنه يعمل. المتسابقون الأعزاء، من سيقدم التالي؟ هاي، لم أنتهي بعد. اذهبي أنت وخنزيرك الفاشل. سوف أشتكي عليك. من سيكون التالي؟ نحن. لحظة، إلى أين مارتن؟ لا أعرف ماذا أفعل. راقبيني فقط ولا تقلقي. يا لها من رقصة جميلة. كم هذا رومانسي، سأبكي الآن. مارتن، إنه هذا ليس لديه كلمات.
وقفوا، هذا انتصار، هذا انتصار كبير. كيف هل فزنا؟ أنتما شخصان طبيعيان اليوم، هذا المليون لكما. كل هذا بفضلي أنا. لقد فعلنا ذلك إيما، كان أسهل مما كنت أعتقد. مارتن شكرا لك، ساعدتني في الحصول على المال، أحتاج إلى اصطحابها إلى المنزل بسرعة. اذهبي وأنا سوف ألحق بك. حسنا. كم أنا مدين لك؟ انظر، الجائزة تساوي مليون، إذن أنت مدين لي بمليونين. لم أفهم. هذا عمل شخصي لا شيء شخصي. حسنا تفضل، هذا مليون والثاني سوف أرسله إلى حسابك. إذن الأمر هكذا. يا إلهي، هذا ليس عادلا، وأنا كنت أعتقد. أمي أبي تفضلا. ماذا؟ هل يطردوننا من المنزل؟ لا. أحصلت على قرض؟ انظر هناك المال، لقد فزنا في المنافسة، وكل هذا بفضل ستيف. يا إلهي، هذا الكلب قادر على فعل شيء. لم أكن أعتقد أن ستيف رائع هكذا. اشكرني أنك تعيش في هذا المنزل وليس في القمامة، وكل هذا بفضلي طبعا. سأشتري معطفا جديد. وسأشتري سيارة جديدة. لا، كل شيء يحتاج إلى التوزيع لكي يكفل الطعام. ولي أيضا. نعم، نسيت أن أقول لدي صديق. هل هو غني؟ لطيف؟ هل لديه منزل خاص؟ ماذا عن الأمر؟ لا تبدأي، سأقدمه لكما قريبا. نعم، سأرى زوجك المستقبلي. أنتم مملون جدا لدرجة أنني أشعر بالنوم. سأذهب، لدي عمل أكثر أهمية. حصل، سأذهب إذن. توقفي، أعيدي الظرف، أعيدي الظرف، لقد قلت قفي. مثل الأطفال الصغار. ستيف، وأين أنت؟ ستيف. لا ستيف، لقد اختفيت أيضا. لا ستيف، لا 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 لا، نحن بحاجة إلى طلب مساعدة من مارتن. لا 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 لا. أصدقائنا الأعزاء، المحبة هو كنز عظيم، حياتكم كالساعة الرملية، سفينتان هشتان متصلتان بخيط غير مرئي من الزمن، هذا الخيط جمعكما اليوم معا. أسرعي، ألا ترين أن الجميع نام هنا؟ حسناً، هل يوافق ستيف الزواج بإيريال؟ طبعاً، وطبعاً أوافق على ذلك بالتأكيد. وأنت يا إيريال، هل توافقين؟ أجل. أعلنكما زوجاً وزوجة. نعم. مارتن، اختفى ستيف. لم أفهم ماذا يحدث هنا. ابنتي، لقد تأخرت كثيراً. لم أفهم ماذا يحدث هنا. مارتن؟ إيما، لقد وصلت أخيراً. هل تمزحون معي؟ ماذا يجري هنا؟ زفاف للكلاب. لكن كيف؟ جهزت كل شيء، استدعيت الوالدين وأنت أيضاً، لكن من الواضح أنك لم تحصلي على الدعوة. مارتن، إنها مفاجأة جميلة، أنت رائع جداً. حسناً، أكملوا، أكملوا. أرييل، حلوتي أرييل. كم هو جيد أننا تعرفنا على بعضنا البعض. نعم، لم يكن لدينا أقارب أغنياء مثلكم من قبل، والآن لدينا. حسناً، عند من سيعيش المتزوجان؟ يمكنهم معنا. ابنتي، عن ماذا تتحدثين؟ سوف يعيشون هنا. ماذا؟ أعتقدت أنكما ستأخذانهما. أمي، لا تبدأي. نحن نرفض أخذهما، لسنا بحاجة إليهم أيضا. الآن سوف يجلبون المزيد من الجراء. طبعا، أنتما غنيان، حالكم أفضل بكثير. طبعا، هل جننتما؟ لدينا بضائع وأنتم التجار، واضح. إلى اللقاء. جنة. أمي أبي، أشعر بالخجل. أنا أوافق. كل هذا بسببك، وأنتما ليس لديكما ضمير. أنتم لا تعلمون ما تقولون. أنا لدينا عائلتين غريبتين. لقد سئمت من هذه الفضائح.
عزيزتي يمكننا الهرب مرة أخرى. لقد هربنا مرة، شكرا، ولكن هذه المرة إلى الأبد سنبني منزلا ونعيش في جزيرة. ومن أين سنحصل على المال؟ لقد وضعت المال في حفرة. كنت أسرق من أصحابي، كانوا يعتقدون دائما أنه ليس لديهم أموال. رائع، إذا فنذهب إلى الحياة السعيدة. Got a feeling this is the night.